شوف يا ولدي، أنا حاسس بيك وحاسس بالصراع اللي جواك، بس عاوز أقول لك كلمتين. شايف المسامير دي؟ المسامير دي ضعيفة، فاكرها؟ دي المسامير اللي احنا كنا بنوضب بيها السقف بتاعك والتنت. عارف التنت ليه؟ عشان مرتاحة ما استحملتش الدب عليها. لكن شايف المسمار ده؟ ده مسمار سليم. لو احنا عملنا كده دخل في الأرض، عشان مسمار قوي. اه انت ده يا عمر، انت زي المسمار السليم قوي، لازم تتحمل. ربنا خلقك كده وخصك زي اللي ربنا خصهم بقضاء حوائج الناس. انت راجل قانون يا عمر، وليك رسالة وهدف، ولازم تتحمل وتكون صلب. تشبيهك بليغ يا عم غراب، بس انا خلاص عملت اللي عليا، مش قادر اعمل حاجه تاني. لا هتقدر، عشان انت ليها. انت صلب يا عمر، كيف المسمار ده؟